مرحبا أحبتي، حلقة جديدة من برنامج المعرفة البسيطة. هل تحدثت مع أطفالك عن الإنترنت وعن الأمان على الإنترنت؟ لنتابع معا مادتنا القادمة عن الأطفال وأمان الإنترنت. هل يستخدم طفلك وسائط اجتماعية؟ وهل لديه أصدقاء فيها؟ وهل ينشر عليها الأشياء التي يريدها؟ يجب أن يعرف الأطفال أن هذه الأشياء يمكن أن تبقى إلى الأبد حتى لو حذفوها. شجع أطفالك على استخدام إعدادات الخصوصية والتفكير مرتين قبل مشاركة أي شيء، لأنهم لا يعرفون أبدا من سيرى. فهناك الكثيرون ممن يبحثون عن معلومات حول الاسم أو العمر أو الموقع. يمكن أن تكون الألعاب العائلية عبر الإنترنت إحدى الطرق التي يحاول بها الأشخاص الحصول على خصوصية المعلومات من أطفالك. لذا كن حذرا وعلم أطفالك استخدام كلمة مرور قوية وكلمة مرور مختلفة لكل عنوان بريد إلكتروني وتطبيق لكل موقع، واستخدام أرقام ورموز صغيرة وكبيرة مؤلفة من 10 إلى 12 حرفا على الأقل، وأن لا ينسوا كلمة المرور. يجب التأكد من عدم استخدام علامات الاقتباس الشهيرة ككلمات الموسيقى أو بعض المعلومات الشخصية مثل أعياد الميلاد، لأنه سيكون من السهل تخمينها. وتذكير أطفالك بعدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أي شخص ولا حتى أفضل أصدقائهم أبدا. هل يشارك أطفالك في التنمر عبر الإنترنت؟ هل هم ضحايا له؟ لابد من مساعدتهم في التعرف إلى علامات التنمر ومعرفة أنه يمكنهم إبلاغك عن أي شيء أو إبلاغ شخص بالغ موثوق به. الهواتف الذكية قادرة على الوصول إلى الإنترنت، وهناك تطبيقات مفيدة ولكن يمكن استغلالها. فالجي بي إس مفيد جدا للعثور على مكانك أو مكان أصدقائك، ولكنه يسمح للآخرين بذلك. أخبر أطفالك الحد من هذه الميزات والتحقق من التطبيقات قبل التنزيل للتأكد من أنها لن تجمع وتشارك معلوماتهم الشخصية. أخيرا استخدم دائما برامج الأمان وجدران الحماية حتى على الأجهزة المحمولة والتي تحافظ على ملفات أنظمة التشغيل والتطبيقات الحديثة التي تنبه أطفالك من برامج التصيد الاحتيالي. علم أطفالك كيفية التعرف إلى مواقع الويب الآمنة، وتذكر أن تتحدث مع طفلك حول أمان الإنترنت مبكرا. لعل أينشتاين أشهر عالم في القرن الماضي، هناك سنة محددة كانت أكثر سنوات هذا العالم إعجازاً. مادتنا القادمة سنتعرف من خلالها إلى سنة أينشتاين المعجزة لنتابع معاً. سنة 1905 بلغ ألبرت أينشتاين عامه 26 مواجها الحياة بفشل أكاديمي، حيث سخر الفيزيائيون وقتها من امتلاك موظف مدني ضعيف الكثير من الإسهامات العلمية. لم ينشر أينشتاين ورقة أو اثنتين أو ثلاث، بل 4 ورقات استثنائية بموضوعات مختلفة متجهة لتحول جذري في فهمنا للكون. فشل أينشتاين في الرياضيات كان أسطورة، فقد أتقن حساب التفاضل والتكامل
بنفسه في سن 15، وتفوق في مدرسة ميونخ وكلية الفنون التطبيقية السويسرية، حيث درس دبلوم الرياضيات والفيزياء. رغم العمل ككاتب اختراعات، وفر وقتا لدراسة الفيزياء، وناقش أعماله مع بعض أصدقائه المقربين، ونشر أوراقه الصغيرة، وكانت بمثابة مفاجأة كبرى عندما قدم في آذار ورقة مع فرضية مروعة عقودا من الأدلة تقول بأن الضوء موجة، لكن أينشتاين اقترح بأنها قد تكون جسيمات، وبذلك تمكن من تفسير التأثير الكهروضوئي ووضع حجر الزاوية لثورة الكم. بعد شهرين في حزيران قدم ورقة ثانية، هذه المرة في مواجهة قرون من التساؤل: هل الذرات موجودة فعلا؟ لقد استخدم أينشتاين حجة عبقرية توضح سلوك الجزيئات الصغيرة التي تتحرك عشوائيا بما يعرف بالحركة البراونية، والتجارب اللاحقة أثبتت صحة فرضيته. جاءت الورقة الثالثة في تموز. لوقت طويل كان أينشتاين قلقا من عدم تناسق مبدأين أساسيين في الفيزياء: مبدأ جاليلو في عدم تعريف الحركة المطلقة، والنظرية الكهرومغناطيسية التي تؤكد وجودها. هذا التناقض وتره نفسيا، ولكنه بالتعاون مع زميله ميشيل بيسو تمكن في تموز من حل اللغز، وهو ما عرف بالنسبية الخاصة. هذه النظرية التي مهدت الطريق أمام التكنولوجيات، بدءا من مسرعات الجسيمات إلى نظام تحديد المواقع. في أيلول وصلت الورقة الرابعة كمتابعة لورقة النسبية الخاصة، ليضع العلاقة بين الكتلة والطاقة في معادلته الأشهر في التاريخ. كانت سنة 1905 سنة معجزة في حياة أينشتاين وحياة البشرية. هل تعلم كيف تتحسن حالة المدخن بعد إقلاعه عن التدخين؟ المادة القادمة تشرح لنا ذلك، لنتابع معا. بعد 20 دقيقة من السيجارة الأخيرة، معدل النبض وضغط الدم وحرارة اليدين والقدمين تعود إلى وضعها الطبيعي. بعد 8 ساعات، النيكوتين في الدم يقل بنسبة 93%. بعد 12 ساعة، مستوى الأكسجين وأول أكسيد الكربون في الدم يعود إلى وضعه الطبيعي. بعد 24 ساعة، حالة التوتر والقلق تعود إلى مستوياتها الطبيعية. بعد 48 ساعة، تبدأ حاسة الشم والتذوق بالتحسن. بعد 72 ساعة، يتحرر الجسم من أعراض النيكوتين، فالشعب الهوائية في الرئتين تسترخي ويصبح التنفس أسهل. بعد 5 إلى 8 أيام، تنخفض الرغبة الشديدة في التدخين يوميا، ويبلغ الحنين إلى التدخين أقل من 3 دقائق. بعد 10 أيام، ينخفض الحنين إلى التدخين إلى أقل من دقيقة. بعد 2 أسابيع،
الدورة الدموية والأسنان واللثة تصبح مشابهة لغير المدخن. بعد 4 أسابيع يتخلص من حالات الأرق والتململ والاكتئاب. بعد 2 إلى 3 شهور يتحسن دوران الدم في كامل الجسم. بعد 3 شهور تتحسن وظائف الرئة وتزول أعراض التدخين كالسعال وقصر التنفس. بعد 9 أشهر تحسن ملحوظ في الجيوب الأنفية وفي أهداب الرئتين والتي كانت تسبب ضيقا في التنفس مما يزيد في الطاقة والنشاط. بعد 1 عام ينخفض احتمال الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية إلى النصف. بعد 5 إلى 15 سنة خطر الإصابة بسكتة دماغية هو نفسه لغير المدخن. بعد 10 سنوات خطر الإصابة بسرطان الرئة وخطر الوفاة به ينخفض إلى 50%، وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس وخطر إصابة الفم والمري بالسرطان هو نفسه لغير المدخن. بعد 13 سنة احتمال الإصابة بأي مرض مطابق لغير المدخنين. بعد 15 سنة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية هو نفسه لغير المدخن. بعد 20 سنة خطر الموت لأسباب تتعلق بالتدخين أصبح معدوما. ما هو برجك؟ هل يختلف برجك عن برجك الصيني؟ ما قصة البروج الصينية؟ المادة الآتية تتحدث عن ذلك، لنتابع معا. في التنجيم الغربي هو تموقع كوكبة انطلاقا من تاريخ ميلادك في التقويم. وفقا لدائرة البروج الصينية هو حيوانك الخاص المعين لسنة ولادتك. تقول أسطورة السباق الكبير أن الإمبراطور جايد حاكم الجنة أراد وضع طريقة لقياس الوقت فقام بتنظيم سباق. الحيوانات الـ12 الأولى التي تنجح في اجتياز النهر ستكسب مكانا في تقويم الأبراج. استيقظ الفأر فجرا لكسب انطلاقة مبكرة، صادف في الطريق الحصان والنمر والثور، ولأن الفأر لا يسبح جيدا طلب المساعدة من الحيوانات الكبيرة. رفض النمر والحصان ووافق الثور الطيب على حمله. عند الوصول قفز الفأر من فوق الثور وضمن المركز الأول، وجاء الثور ثانيا والنمر ثالثا. الأرنب الصغير قفز برشاقة عبر الحجارة وجذوع الأشجار ليأتي رابعا، ثم جاء التنين الذي توقف لمساعدة بعض الكائنات رغم استطاعته الطيران مباشرة، ثم جاء الحصان راكدا عبر النهر ليكتشف مندهشا تسلل الثعبان بين سيقانه تاركا الثعبان المتسلل في المركز السادس. رصد الإمبراطور الخروف والقرد والديكة يدفعون طوافة معا عبر الطحالب، وعندما وصلوا منحوا المركز الثامن إلى الخروف الأكثر لطفا وتناغما متبوعا بالقرد والديك. هرول الكلب نحو الشاطئ، كان سباحا جيدا لكن مرحه وسط الماء جعله في المركز 11 فقط. المركز الأخير كان للخنزير الذي توقف ليأكل ويغفو قبل أن يصل أخيرا إلى خط النهاية. السباق الكبير
جسد الحيوانات في الأبراج الصينية، لكن ثقافات آسيوية أخرى قامت بتغييرات تعكس مجتمعاتها. قد تكتشف في الأبراج الفيتنامية أنك القط للأرنب، وفي تايلاند أنك الثعبان الأسطوري ناجا وليس التنين. سواء أكنت تؤمن بما تقوله عنك الأبراج أم لا، فبالتأكيد أنها تكشف الكثير عن الثقافة التي انبثقت منها. مشاهدينا الأحبة، انتهت حلقتنا اليوم من برنامج المعرفة البسيطة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.